برحب بيكم الاول طبعا. وسبب استضافتنا للحدث النهارده احنا عرفنا انه البنات ملكات جمال العالم للسياحه والبيئه موجودين في مصر لمده شهر تقريبا، وبيعملوا دعايه طبعا للسياحه في مصر، وده السبب الاساسي ان احنا نستضيفهم عندنا في العين السخنه. لما سمعنا ده قلنا لازم نجيبهم عندنا العين السخنه على الاقل يعملوا التالنت شو، موجود يبقوا عندنا موجودين في العين السخنه وفي جراند اوشن. يعني هو كلنا بنسعى طبعا في المجال بتاع السياحه ان احنا نرجع السياحه تاني لمصر ونسوق بشكل تاني بشكل، هم افضل ناس من افضل الناس اللي ممكن يقدروا يسوقوا لنا يعني كمصر. رايك ايه بقى في البنات، بما انك يعني كنت عضو في لجنه التحكيم؟ والله طبعا كل واحدة حاولت تمثل بلدها بشكل محترم وبشكل مشرف. طبعا هي الرحلة طبعا بالنسبة لهم طويلة، وفي منهم الكبير، في منهم الصغير، في منهم البروفيشنال، في منهم اللي لسه صغير وبيتعلم وبيتدرب، لكن في المجمل شكل المسابقة جميل، شكل البنات حلو، وكل واحدة بتحاول تعمل على قد ما تقدر وتمثل بلدها بشكل محترم جدا. طيب ايه بقى يعني الطرق اللي انت شايفها عشان نستعيد تاني السياحه في مصر؟ والله الموضوع احنا محتاجين، لا احنا محتاجين شغل على مستوى عالي في الدعايه، محتاجين ثقافه، محتاجين النهارده وزاره الثقافه تساعد وزاره السياحه في الموضوع ده، لانه هيبقى الموضوع جاي على محورين، محور ان احنا الناس اللي بتنزل من بره لازم تحب مصر، هتحب مصر عن طريق ايه؟ اتبسطت في الاقامه، اتبسطت في الشوارع، اتبسطت في الاكل، اتبسطت في كل حته هم رايحينها، فده هيعتمد على ثقافه إن احنا كمصريين ازاي هنعامل الناس دي بكافه الطرق بقى، في كافه المجالات، في المواصلات، في الاكل، في الشرب، في الفسح بتاعتهم، في كل حته. ده من ناحيه ثانيه، لا احنا محتاجين دعايه بروفيشنال بره مصر. بتفكر تكرر التجربه؟ طبعا اي فرصه، اي فرصه هتكون زي دي لا احنا هنسعى ليها، هنحاول نعملها، هنحاول نستقطب اي حاجه ممكن تعمل دعايه لمصر. طبعا طبعا شايف رجال الاعمال لازم يكون ليهم دور؟ رجال الاعمال ممكن يكون ليهم دور اذا كان هو محتك بالسياحه، اذا كان هو احتكاكه بالسياحه، لكن ما فيش النهارده رجل اعمال هيخش ليه دور في السياحه. هو ليه دور ان هو يبقى سفير لما بيسافر بره، لما ماشي ممكن نتكلم كبزنس ان هو بيعمل بزنس بره او كده ف يسوق لمصر بشكل ما، لكن ما فيش رجل اعمال هيخش في المجال السياحي اذا ما كانش هو محتك او احتكاكه مباشر بالسياحه. طبعا رجال الاعمال اللي ليهم شغل في السياحه طبعا لازم يكون ليهم دور، ولازم يكون في اجتماعات مع الوزاره واجتماعات بشكل واسع ان احنا ازاي ممكن نساعد فعلا، ازاي ممكن نسوق لبلدنا بره، ازاي ممكن نشيل الصوره اللي بقى لها كذا سنه موجوده انه مصر مش امان، مصر فيها مشاكل. لا خلاص الوضع بقى مستقر، الوضع مستدام، لازم نرجع تاني. الخطوات الجايه بقى في مشروعات جديده، في خطوات حضرتك هتاخدها الفتره الجايه؟ والله احنا طبعا بندرس، طبعا احنا شايفين ان الاتجاه بتاع الـ 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 الاداره السياسيه دلوقتي بتتجه وبتعمل حاجه جامده جدا زي العاصمه الاداريه وزي العالمين الجديده. احنا طبعا الاتجاه ده قريب ان شاء الله يكون في حاجه نعلن عنها، انه احنا شايفين انه الخطوات اللي بتتاخد في الحتتين دول خطوات كبيره جدا، وبيعمل الرئيس بيعمل حاجه محترمه جدا 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 سواء في العاصمه الاداريه او في العالمين الجديده في الساحل الشمالي، واحنا شايفين ان دول هيبقوا حاجه بومين جدا ان شاء الله. ان شاء الله.